شريف، بحس ان انت زي القطر اللي ماشي على قضيب متجه باقصى سرعه، مش مهم هيوصل فين، بس المهم انه يوصل بنجاح ايا كانت المحطه. يعني حياتك كلها صدف في صدف، بقيت حتى مذيع بالصدفه. فعايزه اسالك اول سؤال، كنت من عيله ومن اسره ميسوره الحال، ليه لما ما تحققش حلمك طبعا في فنون جميله ودخلت تجاره اخذت فلوس العربيه فتحت بيها مصنع؟ مش حافظه كل حاجه. ايه التفكير ده؟ تفكير تجاري. لان ابويا تاجر وكان عندنا محلات وما زال، فمن وانا صغير كنت بنزل معاه الشغل، وفتره من الفترات كانوا بيسافروا هو والدتي بره، كانوا بيستوردوا هدوم وحاجات كنت بسافر معاهم، فعندي حته التجاره في دمي. فلما ما دخلتش فنون جميله، وكان كنت عايز اخش الجامعه الامريكيه وبعدين فنون جميله، ولا دي نفعت ولا دي نفعت. فلما دخلت التجاره احبطت شويه، فقلت لا مش عايز احبط بقى، انا لازم اعمل حاجه انا بحبها. فوالدي كان هيجيب لي عربيه، فالعربيه كانت برقم، فخدت الفلوس دي عملت بيها مشروع لتصنيع ملابس البنات في الازهر، في شقه في الازهر. وفضل شويه فلوس، جبت عربيه كانت صغيره قوي ولا فيها تكييف ولا ازاز بالكهرباء ولا الكلام ده، الكلام ده سنه 91. وبعدها بسنه اشتريت عربيه واشتريت شقه بفلوس. انا من وانا عندي 19 سنه والدي ما اداليش جنيه لغايه دلوقتي. وبقيت مذيع بالصدفه. كنت معد في قناه النيل للاسره والطفل، وبقيت مذيع بالصدفه. كانت صدفه حلوه؟ بالصدفه ومن غير واسطه، عشان برضو نبقى، كانت صدفه حلوه. وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا هبقى مذيع، وعمري ما كنت اتخيل ان انا هطلع قدام الكاميرا ابقى جريء كده واتكلم بالجراءه دي واعمل بعض التصرفات اللي مش سهل حد يعملها. حبيت اللي بتعمله؟ جدا. انا يعني بموت في شغلي، شغلي دلوقتي هو كل حياتي. وبنزل ببقى مستمتع وانا رايح الشغل، ومستمتع مع كرو البرنامج، ومستمتع مع يعني بالمشاهدين بتوع البرنامج، في حاله استمتاع دايما. اتعرض عليك بطوله فيلم المسطول والقنبله. اه. وقلت انك لو كنت عملته كان ممكن تبقى نجم سينما كبير. وكان نفسي اعمله. الله يرحمه استاذ ممدوح الليثي، مره لقيته بيكلمني قال لي انت فين؟ قلت له انا في العربيه. قال لي طب تعالى لي دلوقتي. المهم رحت له تاني يوم، دخلت لقيت استاذ محمد فاضل قاعد، قال لي احنا عايزينك تبقى بطل فيلم اسمه المسطول والقنبله، قصه الاديب العالمي نجيب محفوظ، كان كاتب السيناريو دكتور مصطفى محرم على ما اعتقد. وقعدت 3 أو 4 شهور مع استاذ محمد فاضل نذاكر، وفيلم كان هيبقى صعب او ما اتعملش خالص، ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي، بس هو كان فيلم سياسي، وكان فيه مشاهد صعبه جدا وقاسيه جدا وصعبه جدا، بس ما اتعملش. عايز تنجح في اي اتجاه، المهم تنجح. عايز اوصل، مش مهم المحطه ايه. عايز اوصل وعايز ادوس على اي حاجه. انت قلتي قطر ماشي على طول، عايز ادوس على اي معوقات، مش عايز اي مطبات، انا ماشي في سكتي ماليش دعوه بحد. انت مظبوط جدا انت بتقوليه.